كرم مجلس أولياء الأمور بولاية صحم الطلبة المجيدين من كل مدارس الولاية من الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله بن صالح البطاشي والي صحم، وبحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمدعوين من أولياء أمور الطلبة. اشتمل الحفل على عدد من الفقرات، كان من أهمها كلمة مجلس أولياء الأمور بولاية صحم قدمها الشيخ أفلح بن مداد الهنائي نائب ولي صحم. كما تضمن الحفل فقرات طلابية مثل القصائد الشعرية والمعزوفات الموسيقية والأناشيد المتنوعة. بعدها تفضل راعي الحفل بتكريم الطلبة، حيث بلغ عدد المكرمين 490 طالب وطالبة من مختلف مدارس ولاية صحم. الجدير بالذكر أن مجلس أولياء أمور ولاية صحم يلعب دوراً محورياً في التنسيق بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة ومتابعة العملية التعليمية وأمور الطلبة وغيرها من الأدوار التي تسهل العمل التربوي والتعليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد بوجودي اليوم في ولاية صحم في حفل تكريم المجيدين في مدارس الولاية. جزيل الشكر والتقدير لسعادة الشيخ والي صحم وأيضا مجلس أولياء أمور ولاية صحم مدارس ولاية صحم ولإدارات المدارس والمعلمين وأولياء الأمور جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وأن تظل هذه إن شاء الله الفعاليات بدعم من مجالس أولياء الأمور وكافة المؤسسات إن شاء الله في الولاية. جزاكم الله خير، أحسنت.